واحنا عندنا كام سباح شارك يا كابتن؟ أربعة في سباقات مختلفة. اوكي. وهل يعني إنهاء فريق السباحة مهمته في الأولمبياد كان صادم بالنسبة لك، مفاجئ، ولا بالعكس؟ مش صادم قوي يعني، في نقطة كويسة. احنا ليه نبص دايما لنص الكوباية الفاضي؟ ما نبص للحتة المليانة اللي هي مروان القماش ال 14 وال 16 في الأولمبياد، النجم الصاعدي الجديد يوسف رمضان ال 16 وكان رقمه في التصفيات يطلعه ال 14 وهو بس على شويه في النهائي في السيمي فاينل، لكن هو في حاجات كويسه. لكن احنا لو اتكلمنا مثلا على فريده دي ثالث اولمبياد ليها، دي حاجه مفخره لينا. سيركا كانتش بتلعب كمان المسافه بتاعتها، يعني هي مسافتها 50، هي كانت بتلعب 100 تقريبا. 50 فراشه مش موجوده في الاولمبياد. هي ثالث عالم في ال 50 فراشه. فاحنا كشعب احنا محتاجينها كمصر. طبعا. ما ينفعش نقضي عليها، وبعدين هي اللي بتدي الامل زي كابتن راني علواني كده. ما بقى في امل لفريده تطلع، فهي هتدي الامل للي بعدها. اللاعبات اللي بعدها. صحيح. ما يبقاش رجال بس، هيبقى في بنات عايزه تسافر كمان. فده يعني الهجوم في الحته دي ما كانش جانب التوفيق يعني، لان السباحين دي بتتعب جدا يعني، مرن 3 ايام في الاسبوع في اليوم، بتشتغل وبتدرس، وفي ناس اللي معاه مقدره ماليه ما بيشتغلش، بيدرس بس وبيتمرن. طب احنا ايه اللي ناقص سباحينا عشان يوصلوا لمرحله التتويج ويقفوا على منصات التتويج الاولمبيه او البطولات الدوليه بشكل عام؟ ده كلام كويس. عشان اقدر اعمل كده في حاجات برضو كتيره محتاجها، يعني محتاج ان في يبقى لايف كوتش مع اللعيبه دي. يعني زي ما حصل الهجوم ده، كان واحد اللايف كوتش يقعد معاه ويأهله نفسيا انه ما يخرجش بره تركيزه وبره البطوله، ان في التمرين بيحصل له حاله زهق، حاله تعب، حاله الكلام ده. ده زي ما في الكوره وكده، في كل الرياضات لازم يكون في لايف كوتش ان هو يشجعه دايما ما يخرجش بره الهدف اللي هو عايزه. طب واتحاد اللعبه ما عملش ده ليه؟ ما كانش موفر ما ليه؟ دي الاتحاد على قد الامكانيات اللي عنده يقدر يعمل كل حاجه. الامكانيات اللي هي معلش برضو عشان الناس تبقى فاهمه، المصدر بتاعها بيكون وزاره الشباب والرياضه ولا الاتحاد ليه الدخل بتاعه هو بيجيبه؟ انا مش هقدر اقولها لاني ما اعرفهاش. بس هو انا شايف، انا يعني قايل نقط كده، ان دي حاجه من الحاجات اللي سبونسر كتير للالعاب الفرديه، الجامعه مش بتكلم على السباحه بس. يعني السبونسر قليل، كتر خيرهم طبعا، بس السبونسر قليل. الدكتور تغذيه باللي هي التغذيه المكمله، يعني دي حاجه مهمه جدا، بدل ما اللعيب بياخد حاجات وبعدين تطلع في الاخر منشطات. طبعا. يبقى ماشي مع سيستم. سو كان موضوع المنشطات ده كان بياخد، ده المفروض ان هي ما كانش معروف انها منشطات، ولكن اكتشفوا يعني فيها ماده. انا بشتغل عشوائي، لكن انا لو معايا دكتور تغذيه بيديني مكملات غذائيه صح عشان تساعدني ان انا ابذل مجهود جامد في التمرين، ده هيساعدني. لو انا بشتغل عشوائي مندهشين من ايه بقى لما تبقى ان محصله النتيجه او النتيجه النهائيه مش مرضيه؟ مش غلطه اتحادات او كده، ده الخطا هنا من اللاعب اللي هو بيحاول يجتهد. مش هقول غلط، بس هو بيحاول يجتهد. ما هو بيجتهد عشان مش لاقي سيستم يعيش بموجبه او يتمرن في اطاره. ما علشان انا اوفر ده محتاج امكانيات. يعني هل الدكتور ده مش هياخد فلوس؟ المكملات دي بفلوس؟ الجيم اللي على حمام السباحه بدل ما اخلص تمريني اطلع اركب مواصلات تانية عشان اروح الجيم، اركب مواصلات تانية عشان اروح اكل، وبعدين اركب مواصلات تانية عشان اروح التمرين بتاع السباحه. كل دي امكانيات. الامكانيات دي الدوله مش قادره تنفذها كلها، بس لو في داعمين لهذا الالعاب الفرديه هيبقى في نتائج. الداعمين هيتشجعوا لما يشوفوا نتائج كمان. ما هو مش معقول هعمل نتائج. انت لما حضرتك كراجل معلن بتروح تعلن عن منتجك. صحيح. او عن السيرفيس بتاعتك في كيان ناجح او مع ناس ناجحين. ما هنا بقى إيه؟ دور الدوله انها اكتشف من ناشئين من سن 13 14 وابتدي احط الفوكس على دول. الفوكس على دول تمرين، الفوكس على ده تغذيه، الفوكس ده على لايف كوتش، الفوكس على ده جيم وسباحه وكل حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لازم يبقى في اعداد مدربين اقوى من كده. احنا ليه ما نعملش زي الكوره، نطلع معايشه سنه مع مدرب زي كليب ده، اللي بيدرب كليب ده اللي هو خليفه مايكل فيليبس، يقعد معاه سنه
ياخد خبره وياخد دورات هناك ونرجع وهكذا. يبقى انا هيرجع لي عندي طقم مدربين يدوا دورات هنا للناس او نطلع ناس تانية تدي تاخد دورات زي المعايشه وكده، هيطلع لنا مدربين كويسين جدا هنقدر نطلع بيهم.